من فترة طويلة والمستثمرين وأصحاب القرى والمنشآت السياحية بيقولوا عندنا مشكلة في عدد الغرف الفندقية، وإن مصر عندها مشكلة في قطاع الفنادق لو عايزة توصل ل 30 مليون سائح. يا ترى إيه هي المشكلة دي؟ إزاي الحكومة هتحلها؟ خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل. مصر حاليا بدأت مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، طبعا المرحلة دي بتستهدف دخول إيرادات جديدة من النقد الأجنبي في كل القطاعات. قطاع السياحة واحد من أهم مصادر الدخل الأجنبي لكل العالم مش مصر بس، وعشان كده مصر بتحاول بكل الطرق إنها تحل أي مشكلة موجودة في القطاع ده وتنهي المشاكل اللي بيعاني منها القطاع على مدار سنين طويلة اللي كان القطاع بيدار فيها بالبركة. الفترة الحالية مصر بتستهدف الوصول ل 30 مليون سائح بحلول 2028 وتحقيق 30 مليار دولار كإيرادات من القطاع. فعلا الحكومة بدأت ترسم الخطة للوصول للرقم ده، وبدأت تستهدف دول معينة لجذب أكبر نسبة ممكنة من السياحة العالمية، وطبعا البنية التحتية في كل القطاعات خاصة مشروعات تطوير وسائل النقل والمواصلات وتحديث الخدمات السياحية بالمطارات والمناطق الأثرية. المشروعات السياحية اللي قامت بيها الدول في كل المجالات عززت هدف مصر الوصول للرقم المستهدف، وهو الوصول ل 30 مليون سائح سنة 2028. وزي ما احنا عارفين مصر عندها أزمة كبيرة حاليا بسبب وقوعها في المنطقة العربية اللي للأسف أصبحت محاطة بكم كبير من الصراعات والحروب، اللي طبعا أثرت على الدخل الدولاري المصري من قطاعات كبيرة جدا منها قطاع السياحة اللي للأسف الفترة اللي فاتت وعلى الرغم من الأرقام الكبيرة جدا اللي حققها القطاع في 2023 وصلت لكسر الرقم القياسي بالوصول ل 14 مليون سائح، والرقم تعدى الرقم اللي حققته مصر في 2010 لما حققت 14.6 مليون سائح، ده كان أعلى رقم حققه قطاع السياحة على مدار تاريخه. اللي بتعمله مصر علشان نوصل ل 30 مليون سائح؟ وزير السياحة والآثار ووزير المالية أعلنوا عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي اللي بتتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وأعطت الأولوية لمحافظات الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء. شريف فتحي وزير السياحة والآثار قال إن المبادرة تعتبر خطوة مهمة جدا لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية الفندقية لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، وأكد إن هيتم السماح للمستثمرين الاستفادة من التسهيلات بالتقدم على مدار عام، والحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مش هيتجاوز مليار جنيه وهيوصل ل 2 مليار جنيه في حالة الأطراف المرتبطة. شريف فتحي قال كمان إن الشركات المستفيدة من المبادرة تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص هيوصل ل 12% ومش هتتجاوز مدة السحب عن 16 شهر في موعد أقصى نهاية يونيو 2026، وهيتم منح الشركات مهلة 6 شهور بعد الانتهاء لمدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة. وقال إن عدد الطلبات اللي تقدمت للاستفادة من المبادرة وصلت حتى الآن ل 96 طلب انطبقت عليهم شروط المبادرة. في النهاية بنتمنى كل الخير للاقتصاد المصري في الأيام والسنين اللي جاية. أنا أشرقة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.